على هذه الأرض ما يستحق الحياة. بهذا الأمل انطلق عمل الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية وبمشاركة عربية. احتضن دار الأوبرا في دمشق مشاركات عربية لخمسة عشر دولة. اتحاد الأسر العربية، الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات التقليدية والتراثية، هو اتحاد تشكل من حاجة المجتمعات العربية والاقتصاد العربي للاهتمام بتنمية وتشجيع والاستفادة من المشاريع المتناهية الصغر والحرفية والإمكانية الموجودة لدى مجتمعاتنا العربية كلها كافة بأنها تقدر تعيل ذاتها. الافتتاح ابتدأ بمعرض للحرف التقليدية التي تحاكي التراث السوري العريق من خلال تحافظ صناعات يدوية أثبتت أهميتها جيلا بعد جيل. في منظمات دولية وعربية ودول تدعم شيء اسمه الأسر المنتجة كونها هي أسر فعالة في المجتمع. نحن كتبنا اتفاقيات تعاون بين كثير من الدول الأجنبية لدعم الأسر المنتجة في الوطن العربي. في عندنا مكتب إقليمي في سوريا رح يقوم هو بالإجراءات العملية على الأرض. شارك في المعرض عدد كبير من الحرفيين وأصحاب المهن من مختلف المحافظات إيمانا منهم بإحياء التراث وبقائه. شارك بالزخرفة النباتية الشرقية اللي تسمى العجمي. بالإضافة لهذا الشيء حبيت أني أعرض بعض الحركات الفنية اللي بتميز فيها اللي هي فن الإيشاني اللي هو معروف عنه بالسيراميك، ولكن أنا عم ساويه على الخشب مشان سهولة الحمل والنقل. هي عملية تطوير لهي المهنة بالإضافة لعملية دمجه مع فن الزخرفة النباتية على الخشب. كل أنواع المنتجات الحليب بنصنعها نحن، وهلأ نحن أولا المشاركة لنا عن طريق خاتون، عن طريق جمعية خاتون. مزرعتنا نموذجية نحن بنيناها من البداية. الاتحاد العربي للأسر المنتجة هدفه دعم المشروعات الصغيرة وتحويلها إلى مشاريع ناتجة بالإضافة لدعم المواهب للحرف والمهن المختلفة. دمشق كانت ولا زالت تحتضن أقدم تراث عرفه التاريخ، وسيستمر بهمة أبنائه وعزيمتهم على إحياء نبض الحياة ونفض غبار الحرب.